ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هعلمكم حاجه حلوه قوي. هنعمل ريسايكل بس من ايه؟ من علبه الكحك دي. ومن علبه الكحك دي تخيلوا هنعمل ايه؟ تسريحه صغيره ممكن تنفع في اوضه البنوته وممكن تنفع كمان في اوضه مامي. هنحتاج من عند عم سيد النجار قطعه خشب زي دي. هنقسمها ايه بالطريقه دي. هناخد المقاس للقلم بتاعنا كده اهو، وبعد ما علمنا هنجيب صفيحه المنشار ونشتغلها كده اهو. احنا هنحتاج قد ايه؟ هنحتاج 3 رفوف. هنقول بالتخيل كده مثلا هنحتاج رف واحد فوق ورفين تحت. على فكرة هي ممكن كمان تنفع للحمام وتنفع لحمام الضيوف، وصدقيني هتلاقي نتيجة حلوة جدا. وبما ان خلفية الكرتونة الجميلة دي عندنا لونها ذهبي، هنستعمل 6 قطع ل3 رفوف. هنخليهم لونهم ذهبي زي لون الخلفيه بالظبط. هننتظر عليها شويه لما تنشف، ومش هيبقى شويه كتير. احنا بنستخدم السبراي ليه؟ لان السبراي بينشف بسرعه، بس احنا لو عايزين نكمل توفير احنا ممكن قوي نجيب الباودر ونحط عليه شويه فلوت وهيدينا نفس النتيجه. بس المشكله كلها ان هو بيستغرق وقت في ان هو ينشف، وده طبعا لو حد مستعجل ما ينفعش. بعد ما الخشب نشف ولونه ثبت، هنثبت اماكن الرفوف اللي احنا عايزين نستعملها. في جهاز الشمع اللطيف ده هنحط كميه من الشمع مناسبه، والشمع يكون سخن علشان ينشف معاكي بسرعه. واهم حاجه تحاسبي على ايديكي، ولو في اولاد تاخدي بالك منهم انهم ما يتاذوش. بسم الله الرحمن الرحيم. كده احنا حددنا مقاس اول رف. هنعمل برضو نفس الحكاية 2 تحت. وقبل ما نركب الرف التالت هنجيب المراية اللطيفة دي اللي هنجيبها من عند عم سيد برضو، بس المراجي بتاع الازاز مش بتاع الخشب ولا بتاع المواسير. وهناخد مقاسها في النص كده اهو. ودلوقتي هنحط الرف التالت اول الشيالة اللي هتشيل لنا الرف التالت. ودلوقتي هنتنقل للخطوة التالتة، وان احنا هنثبت المراية. هنحط كمية جلو مناسبة او شمع او غيره زي ما تحبي تسميه. هل هنكتفي ان شكل المراية هيكون كده بس؟ لا طبعا، ده ما يرضيش جروب ريسايكلينا. طب هنعمل ايه؟ هنجيب الاستراس ده، بيبقى بالمتر وسعره رخيص جدا. وهناخد مقاسنا داير. طب انت يا مريومة هتستخدمي ده كله؟ هقولك لا طبعا، انا هجيب المقص الجميل بتاعي واخد الطرف ده كده ونبتدي نحدد ممكن ناخد قد ايه عرض علشان نعمل بيه كفر بالطريقة دي، يديها شكل حلو وينور المراية. اوكي، يبقى احنا هناخد مثلا مقاس صباعين او اقل شوية. ده طبعا قصه سهل جدا وتمنه رخيص، وتقريبا هتكون هي دي التكلفة الوحيدة اللي اتصرفت على علبة الكحك الجميلة دي. ودلوقتي احنا عندنا بواقي من الرول دوت، فانا فكرت ان احنا ممكن نغلي بيه كرتون دوت علشان نقويه اكتر ونزيده سمكة ونحافظ على الشكل الجمالي بتاعه. طبعا نفرغ الهواء منه تماما ونشده كويس قوي. وكده حولنا علبة الكحك لكونسول جميل نقدر نستفيد منه.